على التليفون عشان نقرب اكتر من المنتخب. معانا على التليفون كابتن كرام كردي، عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره اليد ورئيس بعثه منتخب الناشئين في بطوله العالم لكره اليد. مساء الفل يا كابتن كرام. ممكن اقول مساء الكريمه، انا دايما بقولها لان انا بحب جدا ان كل حاجه تبقى بيضاء. يا رب ان شاء الله يجعل ايامنا كلها بيضاء باذن الله. باذن الله يا رب. انا طبعا اول مره اتشرف ان انا ابقى رئيس بعثة منتخب ناشئين، لان انا الفتره كلها اللي كنت قاعد فيها في الاتحاد قبل كده كنت دايما المسؤول عن المنتخب الاول، وعشت معاهم 4 5 سنين تقريبا. وفعلا احنا بلدنا ولاده طبعا، والمنتخبات في الاتحاد على طول متواصله، ودي بتختلف يعني عن اتحاد واتحاد. فاحنا على طول الحمد لله كلنا بنسلم لبعض. صحيح. الاتحاد اللي قبلينا واللي قبلينا ده اهم ما يميز منظومه اتحاد اليد او منظومه اليد كره اليد المصريه، انهم الحقيقه دايما بيكملوا شغل بعض، وعشان كده هو اتحاد من انجح الاتحادات بالتاكيد. الحمد لله من فضل ربنا سبحانه وتعالى. وانا سمعت حضرتك دلوقتي على موضوع، هو طبعا فنيات، يعني انا يعني مارست رياضه طبعا والهاندبول بالذات يعني من فترة طويلة، وكاتشانا كمان. بس اللي حصل في ماتش اليابان ان احنا كنا ممكن نعمل سكور اكتر من كده، عندنا منتخب في السن ده وبالاسلوب اللي هم متجمعين فيه في المطعم او في ساعة المحاضرات او ساعة لما يبقى فيه ميعاد، مثلا احنا بنمشي الساعة 11:30 عشان الماتش، حتى 1:30 عندنا عشان في فرق ساعة ما بيننا وبين حضراتكم. ملتزمين التزام جميل جدا ورائع جدا. اتقال لهم كده بالظبط من الأول، احنا كل مباراة بطولة. طبعا. كل مباراة بطولة. اليابان دي كانت بطولة خلصت، بقى عندنا بطولة التشيك النهاردة والحمد لله خلصت، عندنا بطولة بعد بكرة مع ايسلندا باذن الله تخلص برضه على خير، ونروح للمجموعه الثانيه، وباذن الله هيبقى في ماتشين باذن الله، كل ماتش برضه بطوله، ونوصل لدور الثمانيه ان شاء الله. وهم احنا طالعين السلالم واحده واحده. صحيح. يعني وده طبيعي ان احنا نمشي ستيب باي ستيب. طيب حضرتك شايف مباراه ايسلندا ازاي؟ احنا لما بنقول مثلا مفاجاه ان التشيك كسبت ايسلندا، علشان ده بس من الذاكره او من احنا لما بنتفرج على المنتخب الاول عارفين ان ايسلندا في حته مختلفه تماما عن التشيك، بس قلت ان ممكن فرق الاجيال يختلف، لكن حضرتك شايف مباراه ايسلندا ازاي؟ والله بص حضرتك، هو كل مباراه وليها اسلوبها وليها طريقتها. صحيح. وده كان عكس يعني، وانا مختلف كنت مع يعني مع مجموعه كبيره في الاتحاد، عملنا يعني جينا اتغدوا الاولاد استريحوا ساعه بالظبط، وبعدين نزلوا حمام السباحه علشان يحصل استشفاء، وطلعوا دلوقتي في يعني لمده ساعه برضو يعني بيتمشوا حوالين المكان، احنا في قريه تقريبا في كرواتيا. اوكي. طب الاقامه عامله ازاي يا كابتن كرام؟ الاقامه، الفندق، كل حاجه، التنظيم، حضرتك رايك ايه في الحاجات دي كلها؟ لانها بتؤثر بالتاكيد على اولادنا يعني. والله ابدا، هم كل حاجه احنا يعني متقبلينها. تمام. يعني بس انا اقول لحضرتك على حاجه. والله هي معقوله طبعا، بس مش معقوله بالنسبه لاوروبا. يعني مش معقوله. أوكي. بالنسبه طبعا لمصر، يعني احنا كاس العالم في مصر طبعا كان كله، بس دول برضو الكبار يعني، الاوتيلات بتبقى افخم من كده، بيبقى الاكل احسن من كده، بس هو الحاجه الوحيده اللي هي قريبه شويه من الطبيعي الاتوبيس يعني. هو ده. بس الباقي مصر بس بتبدع يا كابتن كرام، مصر دايما بتبدع، مش بتستضيف بطوله من باب انه يلا بنأدي دور وخلاص، لا احنا دايما بنبدع. لا لا لا. يعني في استضافه البطولات والحاجات اللي زي دي بنطلع حاجه في احسن صوره ممكنه يعني.
دي حقيقة، لأن إحنا بنحب دايما اللي إحنا بنعمله. صحيح. فإحنا ربنا سبحانه وتعالى بيكافئنا على إن إحنا فعلا بنجتهد إن إحنا نطلع في أحسن صورة. صحيح. وخصوصا إن الوزارة يعني ساعتها أول اتحاد الدولي، ودي طبعا لازم أتكلم فيها، إحنا يا جماعة نملك قامة كبيرة جدا جدا جدا، وهو دكتور حسن مصطفى. دكتور حسن مصطفى لو اقول لحضرتك امبارح والنهارده متواجد بيتفرج على الماتش، وبيقعد الماتش كله بيشوفه. يعني انا بالصدفه كنت واقف معاه امبارح، فهو كان ساعه السلام الجمهوري، فوجئت ان هو بيردد بلادي. ودي انا يعني انا طبعا يعني هو استاذنا كلنا وكابتن بتاعنا، بس حاجة مفخرة جدا ان رئيس الاتحاد الدولي والفترة طويلة كده ويبقى مصري. ما تصوريش دي يعني بره عاملة ازاي، لان كرة اليد موجودة في اوروبا، يعني هي اوروبا عبارة عن كرة يد، بس احنا رئيس الاتحاد يعني هو الوحيد من بره اوروبا ومن بلد عربي، حاجة مؤخرة والله. طيب كابتن كرام بيتعاملوا معنا ازاي على فكرة ان احنا منتخبنا يعني منتخب اول، هم رابع اولمبياد كمان، احنا حاملين اللقب ده، بيمثل على اولادنا ايه؟ يعني بيمثل لهم ايه ان انت عندك المنتخب الاول، واحد يعني رابع اولمبياد، واحد من اقوى اربع منتخبات في العالم يعني، وبالنسبه للناشئين اللي هم كانوا قبليهم في النسخه اللي فاتت على طول قدروا ان هم يفوزوا ببطوله العالم، ده بيمثل لاولادنا ايه؟ هو بيمثل لأولادنا إحنا قوة، وبيمثل للي قدامنا رعب، ضغط يعني كمان. النهاردة التشيك لو أقول لحضرتك النهاردة الكوتش بتاعهم قعد كل فترة التسخين عاطي ظهره لفرقته وباصص للفرقة بتاعتنا وهي بتسخن. أوكي. ماشي. فدي لا أقول له مالكش دعوة بمنتخبنا. لا لا بالعكس. احنا محصنينه. لا انت يعني بصي يا سميرة، انت عارفه الموضوع ده كان عاطينا احنا ان هو مرعوب طبعا، هو مش عارف يعمل ايه، وفعلا هو جه في وقت احنا في التايم الاولاني وصلوا هم ان رجليهم بقت سايبه احنا. لو فعلا الاولاد كبار شويه او في الخبره شويه احنا كنا ممكن نعدي الفرق 10 في اول تايم بس. بس هو احنا كان كل همنا احنا بنلعب علشان الثلاثة بونت. كان في لعيبة 2 متر 12 سنتي في منتخب التشيك النهاردة؟ لو اقول لحضرتك بقى كمان حاجة لذيذة جدا، ان هو لما كان بيمسك الكورة على طول كلنا كنا بنقول ايه، سيبه يعني خليه يشوط، لان احنا عارفين ان هو امكانياته ضعيفة جدا. بالظبط. فعلا كان بيشوط بره جت تتصد منه. بالظبط. مش الطول لوحده هو يعني العنصر اللي يخلي فيه لعيب هاندبول، لازم يبقى فيه توافق ومرونه وفنيات يعني وحاجات كتيره. يعني اكبر مثال للموضوع ده ماشي، يعني انا اقولها لك لان انا بحبه جدا، وهو اخوكي يعني احمد. يعني احمد مش طويل الكراس. صحيح. صحيح. يعني اي حاجه بالعقل. صحيح. وبتتلعب يعني النهارده احنا وصلنا الوقت، يمكن حضراتكم شفتوا في الشوط الاولاني كورتين اتعملوا علشان قلنا لهم احنا عايزين نتمتع، عايزين انتوا كمان تتمتعوا وانتوا بتلعبوا. صحيح. ماشي. فجابوا جونين ورا بعض بخطتين. ماشي. تكتيك بسيط قوي بس نفذوه بشكل حلو. هم الولاد كمان ساعتها يعني المعنويات بتاعتهم بترتفع قوي. طبعا كره اليد الحديثه كمان بقت سلسه قوي يا كابتن كرام ومرنه، وبتعتمد على الثنائيات والفاست بريك، ما بقاش فيه بقى الخطط المعقده بالظبط والسرعه والكلام ده كله والدفاع. يعني الدفاع بقى الاساس دلوقتي. طيب احنا بنتدرب جامد على فكره من غير كوره، ويمكن في ناس كتير ما خدتش بالها. لا احنا يعني في ضرب كان مش ظريف يعني، بس الحمد لله. تفرق تسويقيا كمان للعيبه لو هنتكلم على المستوى الشخصي لكل لاعب، فهم شايفين ده ازاي، او حضراتكم كلكم شايفين الحاله دي ازاي؟ انت اقول لك على حاجه وتصدقيني؟ ما هصدقك والله. هم
بدون مبالغه احنا واخدين الموبايلات منهم كلهم. اه ماشي. وعن رضا كان تام منهم ماشي. الولاد اقصى يوم بيناموا فيه بيبقى 10:30. يعني عندكم 11:30 تمام. هم عارفين انها بتتنقل بس ما عندهمش فكره اي حاجه. احنا فاصلينهم خالص. احنا فاصلينهم تماما. صحيح. ده عن السوشيال ميديا، لكن اكيد نقل المباريات فارق مع الاتحاد وفارق مع المنتخب بشكل كبير فارق جدا. فارق نفسيا كمان معاهم ان اهاليهم بتشوف. صحيح. ده مهم جدا. ومصر ده مش مهم. انا واحد من الناس في قمه السعاده. صحيح. ماشي. ليه؟ لان فعلا انا في يعني في واحد يعني انا بشتغل في اسكندريه. فبيقول لي ما فيش دعايه كافيه للبطوله يعني وكده. فقلت له بص انا يكفيني ان اون سبورت بالظبط اون تايم بالظبط واصل لهم الموضوع. صحيح. ان اون تايم سبورت وبيزعوه لايف ماشي. زائد ان كمان يعني فكره يعني هو مش دعايه، هو يعني كابتن خالد خيري موسوعه طبعا. يعني ده الكروان ده. ده الكروان. لا خالد يعني ما شاء الله عليه يعني موسوعه، وبعدين يعني محب للحاجه اللي بيعملها. وبرضه الاتحاد عامل حاجه لطيفه جدا السنه دي، وهي كانت اتعملت قبل كده. احنا كنا قبل كده كنا واخدين حاجه لطيفه يعني حطينا على التيشيرت مع الاعلانات. وهي حاجه خيريه بتحصل في مصر. صحيح. فهي في مستشفى اسمها نيل امل بدون ذكر. اوكي. ماشي. المهم يعني هي لعلاج الاطفال، هي شاريتي مكانا. فعارفه الحاجه برضو اللي فيها لله واللي طبعًا. فيها خير تأكيد. وعلى فكره هي دي مشروع قومي، والمسؤول عنه والاول هو سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا. ودي يعني من الحاجات اللي هي كانت جميله ان انا احطها على صدري مع طبعًا. العالم كمان. طبعا طبعا ما فيش اختلاف. طيب عايزه اسال حضرتك سريعا بقى، المفروض انه احنا ان شاء الله نفوز على ايسلندا ونتصدر مجموعتنا باذن الله باذن الله. عايزه اعرف المجموعه اللي احنا رايحين لها. المجموعه اللي رايحين لها يعني تقريبا طبعا اسبانيا هتبقى هي الفرقه الثانيه ماشي. أوكي. يعني الفرقه الاولى، والفرقه الثانيه لغايه دلوقتي مش عارفين مين، لان البحرين كسبت كوريا امبارح. اوكي. يعني المجموعه دي فيها البحرين واسبانيا وكوريا بينافسوا مع بعض. اسبانيا يمكن اللي ضمنت صح كده؟ ولا اسبانيا الثاني؟ لا اسبانيا اول الاول دول اللي ضمنوا، لكن احنا الكلام على كوريا والبحرين يعني كوريا والبحرين وفي فريق تالت تقريبا ارجنتين تقريبا او مش عارف انا مين التالت. لان احنا مركزين قوي يعني. بص يا نيره وده صح جدا. اخلص خطوه خطوه. اللي عايز ياخد بصي اقول لك على حاجه. اللي عايز ياخد بطوله ماشي ما يبصش لحد خالص. صحيح ماشي. هو يعني المفروض انه هيكسب كل الماتشات طبعا. يعني كابتن كرام بطل طبعا طبعا. دايما ابطال، دايما كره اليد ابطال وسموع سعاده ودايما منظومه محترمه جدا باتحادها واجهزتها الفنيه ولاعبتها. ابطال بيكم انتوا كمان، لان انتوا فعلا يعني بتكملوا المنظومه يعني. اون تايم سبورت بتكمل فعلا، لان انتوا على فكره فارقين جدا 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 في جمهوريه مصر يعني. اشكرك يا فندم وبتمنى لكم كل التوفيق يا كابتن كرام، وان شاء الله نفضل على تواصل معاكم وانتم بتعدوا دور ولا دور وتوصلوا دور ورا دور وتوصلوا دور الاربعه ان شاء الله. نورتني.